استاذ محمد، موضوع التسريب بص ده هو تعليقك عليه اصلا، تسريب العقود يعني. بص هنتكلم على الاول اميره على موضوع فيريرا. انا شايف ان فيريرا عندك يعني تعليق طبعا على موضوع فيريرا؟ طبعا يعني فيريرا كان ماشي كويس جدا جدا مع الزمالك، صح وكان صح محقق بطولات سواء دوري او كاس، وكان محقق وكان معاه اكتر من لعيب مميز، وكان موقف له القيد فتره طويله، وباللعيبه اللي كانت موجوده جاب لك دوري وجاب لك كاس. ايوه طلع لك 4 أو 5 لعيبه ناشئين مميزين جدا دلوقتي موجودين مع الزمالك. لكن أزمة الشرط الجزائي اللي خلت إدارة نادي الزمالك تتمسك أكتر بإن فيريرا يستمر، وده يعني شايف إن عشان ما تدفعش الشرط اللي هو الجزائي. 510 ألف دولار، يعني ده هو رقم بعض كبير قوي، المستحقات المتأخرة، ورقم وصل يعني أنت التوتال داخل لك وصل لحد ال 100 وشوية. 15 ل 20 مليون جنيه، فده رقم كبير قوي إن إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي تدفعه لفيريرا. فبالتالي فيريرا يعني هو تراجع عن قرار الإدارة، عن قرار بص يعني الإقالة مش تمسك. هو تراجع طبعا، هو تراجع. فانا شايف ان فريرة بقاء فريرة كتجبر بس. والازمه اللي حصلت الفتره اللي فاتت دي، ان هو مش وبعدين بعد كده رجع وبعد كده بقى مدير فني، وبعد كده اسامه نبيه كان مدير فني 3 4 ايام، وبعد كده فالحاجات دي افقدت فريرة جزء من شخصيته القويه مع اللعيبه. الزمالك وجماهير الزمالك الله يكون في عونهم، يعني طبعا 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 متعودين على طبعا الازمات دي، ما بيمرش موسم او اتنين لما تلاقي في كوارث في نادي الزمالك وازمات في نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك انا استحملت عجبني قوي جمهور واستحملت نادي الزمالك في الماتش اللي طبعا، فات بصراحه، الهتافات اللي قالوها يعني هتافات معبره جدا. شايف ان هم ابطال، يعني ابطال، بصراحه وبيستحملوا كتير قوي، عندهم صبر كبير قوي مع نادي الزمالك. اللي بيحصل في نادي الزمالك ده امير امر طبيعي، اللي هو ان انت تقعد استقرار سنه سنتين وبعد كده ترجع تقع تاني، ده امر طبيعي ومتعارف عليه في الزمالك من الف مش عايز اقول من الف من 2005 او 2004، انت فاهمني؟ فبالتالي الاستقرار وعدم الاستقرار ده بيسبب ازمات كبيره جدا. تسريب العقود، تسريب بقى العود. شايف ان تسريب العقود ده كارثه، وكارثه كبيره قوي، وزي ما الاستاذ احمد قال ان في حد طبعا قاعد ومعاه قاعد على عارف انت نتيجه الثانويه العامه، اعمل ده حد جوه النادي يعني. طبعا الحاجات دي كلها من جوه النادي، طلع لاحد الاشخاص، من خارج اداره النادي هو اللي بيسربه، عشان بيضرب في مجلس الاداره الحالي، بيبين ان الفلوس اللي اللعيبه بتاخدها طبعا مغالى فيها. انت شايف ايه؟ انا على اللعيب يعني بص، لو يعني انت امبارح لو حق انت ابراهيم مثلا النهائي ده يعني 3 مثلا مليون وشويه مثلا لو فرجاني ساسي موجود ب 5 مليون دولار، عادي جماهير الزمالك عادي ماشي. عادي طبعا، محدش يقدر ساسي يعلل وبن شرقي، شرقي ولا بن شرقي. ما انت بص لكن انت العدد جايب لي لعيبه مع احترام اليوم سامسون وتيلو وقبل كده الوردي وقبل الوردي كده مش عارف ايه ونبايظ. بمبالغ، وبيقعدوا شهرين ثلاثة وبيمشوا شهرين ثلاثة ما بيعملوش حاجة، واللعيبة اللي عندك اللي انت جايبهم من 4 5 سنين هم اللي بيأدوا صح. وماشيين بمستوى كويس. كارثة تاني وكارثة كبيرة قوي، عقد إمام عاشور. إمام هل عاشور الزمالك جاله الفلوس بتاعت امام عاشور ولا لسه؟ لا، المعلومة اللي عندي لغاية دلوقتي لسه. لسه تمام في اوكي. كارثة تانية بقى في عقد ايه بقى؟ إمام عاشور، إن الوكيل أو الوكلاء الخاصين بإمام عاشور حاطين بند 10% نسبة إعادة بيع إمام عاشور للوكلاء مش للنادي. يا نهار ابيض، لا والله ده ده بجد؟ يعني الزمالك ما عندوش يعني البند ده المفروض اصلا، تماما، اقل حاجه يعني ١٥٪ ما اعاده أقولكش بيع. يعني ده أنت بيقدر يعني أنت الزمالك هذا البند مش بالمره؟ موجود ومحطوط للوكلاء ال10% للوكلاء، يعني أنا لما أجي أبيع إمام عاشور من نادي ميتلاند لأي نادي تاني ال10% تروح للوكيل يعني مش امام تروح عاشور للنادي، ده كان بتاع الوكلاء مش بتاع نادي بتاع الوكلاء. الزمالك. فدي كارثه، وكارثه كبيره قوي في نادي الزمالك. انت ازاي لعيب زي ده، يعني امام ان شاء الله ربنا يكرمه يا وماشي رب يا بخطوات رب ان كويسه شاء الله. هو لعيب في موهوب الدوري، هو بصراحه. لعيب موهوب وعنده يعني شايف ان هو عنده اصرار زي مصطفى محمد مثلا واللعيبه اللي هم طلعوا الفتره الاخيره ان هو عايز يثبت نفسه. فانت امام عاشور لما تيجي تبيعه النادي تاني، سواء بقى رجع الاهلي زي ما الناس بتتكلم الفتره اللي فاتت او كمل في رحله الاحتراف، اعتقد امام مثلا مش هيجيب لك اقل من 4 5 مليون دولار طبعا. في الوقت الحالي او بعد المستوى اللي هو. فالمفروض انك كنت تبص على الاستفادة اللي ممكن ترجع لنادي الزمالك لو كنت فانت ادركت البند ده في العقد. عارف لو انت حاطط 10، اولا اول مره اشوف حاجه زي كده، اول مره اسمع حاجه زي كده، وانا ان برضو 10% عاد بيع للوكيل مش للنادي، فدي كارثه. انت اصل انت مش هتطلع مثلا 10% وكيل وهتطلع 10% هي النقطة للنادي. يا مراد، ان ازاي النادي نفسه يوافق على كده، النادي الزمالك نفسه ازاي يوافق على كده؟ بص دي كلها حاجات يعني عايز تقول حاجة انت يعني؟ حاجات طبعا انا زي ما بقول لك، يعني في بعض العشوائيه في نادي من زمان مش من دلوقتي. يعني مثلا انا فاكر ايام احد رؤساء الانديه في ماتش الاهلي والزمالك مثلا، عمرو زكي اتخانق خناقه مع لعيب في جوه نادي الزمالك، وكان عمرو زكي كان رقم واحد في المهاجمين في مصر وقتها، كان رقم واحد. عمرو زكي اتخانق، رئيس النادي رجعه واداله 100 ألف جنيه عشان يصالحه وينزل يلعب ماتش الاهلي والزمالك.
تعالى حاجات قيس بقى غريبة، الحاجات كلها دي، أخطاء قيس الحاجات إدارية. دي مثلا في النادي الاهلي. لا ما لو انت تلاقيهاش. عندك النجم الاوحد في النادي الاهلي مثلا وعمل ازمه او حاجه، الاهلي هيلعبوا ولا مش هيلعبوا؟ فده اللي بيفرق النادي الاهلي عن نادي الزمالك. فالله يكون في عون يعني نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، يعني عندها كوارث الفتره الجايه لو ما لحقوش. الزمالك في المركز الخامس دلوقتي، فدي حاجه تزعل طبعا يعني. فطبعا الفتره الجايه حاجة لازم صعبة يبقى في جدا. وقفه. خامس وإيه؟ واه خامس وكل ماتشاته لعبها زيه زي اللي زيه قبليه. زي اللي قبليه. لا الاتحاد استثناء قبليه. الاهلي، الأهلي الاتحاد كده زي كده الاتحاد لعب ماتشاته 20 20، بالظبط، ده أو 21 36 وده 21 حاجة 33. كده. واللي زعلك ان يعني، لا مش زعلك يعني، مع احترامي الانديه الثانيه اللي ماشيه فوق، اللي فيوتشر وبيراميدز ماشيين بخطوات ثابته. ويعني النهارده طبعا خساره بيراميدز، فيوتشر كسب خلاص، فيوتشر اه يعني فيوتشر بيراميدز ماشي خسر بخطوات التالت. بخطوات كويسه. فانت عندك منافسه، احنا كنا متعودين المنافسه التقليديه بين الاهلي والزمالك على طول. طبعا انت دلوقتي المنافسه، منافسه الزمالك على المركز الثاني والثالث مع بيراميدز وفيوتشر. فعندك عشان توصل للنادي الاهلي لازم تتخطى فيوتشر وبيراميدز. فانت دلوقتي الزمالك دخل نفسه في ازمات ومشاكل، يعني الاهلي هو لو في كسب منع مؤجلاته هيبقى الفرق مع هيبقى الزمالك الفرق 17 20 نقطة، 17 نقطه. 17 نقطة.